السلام عليكم، معكم أحمد خلف. اليوم راح نتكلم عن الست الخاص بأحمد خلف BA600QT والBA900 والBA3X. راح نحكي، هو الست حجمه صغير 100 ميجا، طبعا بركب على 3 أورجات. طبعا في ست خاص كمان بال3X 256 موجود. مبدئيا راح نحكي عن نحنا عن BA600QT. الست نحن شامل فيه كل الإيقاعات من عراقي، خليجي، سوري، مصري، لبناني، مقدمات إلى آخره. طبعا أصوات لا يعلى عليها، طبعا استخدمنا فيها يعني السترينجات اللايف، الكمانجات، الكمانجة المفردة، الكولة، القانون، العود إلى آخره، كل الآلات لايف، الكلارنت إلى آخره. راح نعمل فيديو بسيط نشرح عن الأصوات الموجودة داخل الأورج والإيقاعات الموجودة. مبدئياً الإيقاعات نحن صنفنا، عندي أول فيفرت خاص بيكون طبعاً كله خليجي، طبعاً حوالي 3 أو 4 صفحات دائماً كل صفحة موجودة. الصفحة الثانية عراقي كمان حوالي 4 صفحات، اللي بعده الزوري، الدبكات والمجاوز واللوبات وإلى آخره. والرابع راح يكون إيقاعات شرقية للاستخدام، 5 إيقاعات فيجا. طبعا ما راح اشرح كامل عن هاي، راح نسمع احنا بفيديوهات جاي ان شاء الله عن الايقاعات كاملة. اوكي، والاصوات طبعا صار عندي بنوك اصوات رائعة جدا، قمة في الروعة. اعطي مثال بسيط معليش، نشوف الكمانجات اللايف. هاي نوع من انواع الكمانجات اللي راح تكون موجوده بالست. راح يكون عندي مثلا اصوات العود اللايف، مثلا عود خليجي فرضنا، هاي نوع من انواع العود. القانون بانواعه مثل قانون اي تاتش فرضنا، الى اخره، والقانون العادي، الجيتارات، الاصوات. راح نسمع كمان الكلارينت التركي مثلا، معلش اعذروني انه انا عم بشتغل بايد واحدة. الساكس اللي موجود بالثري اكس صار موجود عنا كمان بالبي اي 600. طبعا في اصوات الكمانجا لايف، حسب ضغطتك للعلامة طبعا. لا خلاص، عندي اصوات ثانية راح تكون موجودة معاي، اللي هي اصوات المجوز، الربابات، الشاقولات، كل اصوات الفي 3 تقريبا موجودة. راح نعطي مثال بسيط يعني، أصوات الربابات إلى آخره. الشاقولات إلى آخره نفس الأصوات.
لبات المجاوز طبعا صار متوفرة عندنا لبات المجاوز على علامة الفاء وعلامة الدو. طبعا كثير عم نستخدم نحن اللبات بشكل مش طبيعي حاليا بأيامنا. فينا نسمعها مع إيقاع لو تحبوا. سوري. اعذروني شوي لانه عم بشتغل بايد واحدة والايد الثانية عم بصور. الفيديو الجاي رح نشوف شو في تكملة للست.